أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر لفتت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات، إذ صنفت مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نمواً في العالم في العام 2022 وفق صندوق النقد الدولي. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو على موقعه تضمن ملخص لأحداث عام 2022 على الصعيد المحلي في مصر، وأوضح أن مصر صنفت خلال العام كأول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي وأول دولة تنتج أجهزة تنفس الصناعي بتكنولوجيا محلية 100% في الشرق الأوسط، وضمن أفضل 8 دول إفريقية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة. ولفت الفيديو إلى أن مصر الأولى في مشروعات الفنادق في إفريقيا في العام 22 والخامسة عالميا في مؤشر استخدام الطاقة طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2023، وقفزت 42 مركزا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال العام 22. وعلى مستوى تطوير البنية التحتية شهد عام 2022 عدة افتتاحات وتطورات، ما على صعيد المؤتمرات والفاعليات أطلقت مصر مؤتمر شباب العالم لعام 22 والمؤتمر الاقتصادي مصر 22، واستضافت النسخة 27 من مؤتمر المناخ كوب 27. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تواصل تصدير خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية خاصة إفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديد. وأوضحت اقتصادية قناة السويس أنه قد تم استقبال سفينة قادمة من قبرص تتم عمليات شحنها وتحميلها بنحو 52 ألف طن من خام الكلينكر، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوديفوار. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد عام اتسم بالتقلبات وشح الإمدادات كنتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية وضعف الطلب العالمي من الصين كأكبر مستورد للخام في العالم. هذا وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتصل إلى 83 دولار و 78 سنتا للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 78 دولارا و 71 سنتا للبرميل. هذا وقد تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.15% لتصل إلى 3.25 دولار للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.48% لتسجل 4.45 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت بشكل منخفض في آخر جلسات التداول، وانخفض المؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، في حين فتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا هو الآخر ب 0.53%. هذا وقد خسر المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.5%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى مع ريهام وأميرة.